بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد على قناتكم، قناة بريك السفر. يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مرة تشوفني، معاك عمر الغندور. انا بقدم فيديوهات عن السفر والهجرة لكل دول العالم. قدمت في الفترة الاخيرة برامج هجرة وازاي تسافر لاكتر من دولة مختلفة. ولو ما شفتش الفيديو اللي فات بتاع الحقيقة وراء الهجرة الى ليختنشتاين، لازم تتفرج عليه عشان انا بوضح لك بالتفصيل ازاي الموضوع ده تم التلاعب بالتفاصيل بتاعته وناس كتير انخدعت فيه. هسيبهولك في علامة الاي فوق هنا عشان تقدر تتفرج عليه دلوقتي. ومش هطول عليكم، النهاردة فيديو مختلف شوية. هنتكلم مش عن برنامج هجرة بس، هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لازم كلكم تعرفوها، اللي هي ارخص 5 مدن في اوروبا. وهناخد من كل دولة مدينة، لان في دول ممكن يكرر فيها اكتر من مدينه. فاحنا لو لقينا مثلا مدينتين في دوله معينه، هجيب لكم المدينه الارخص، وبعد كده هندخل على الدوله اللي بعدها. الفيديو ده لو انت عايز تسافر او تهاجر مهم ليك جدا، لانه هيعرفك ازاي هناك تكلفه المعيشه، ازاي هناك الحياه عامله ازاي، هتتكلف كام في تذاكر الطيران، حاجات زي كده. انا هبقى اشرح بعد كده زي ما وعدتكم الطرق اللي انت تقدر تحسب بيها تكلفة المعيشة للدول اللي انت عايز تسافر ليها باشكال مختلفة، ومن على موقع او موقعين عشان تبقوا متأكدين قبل ما تسافروا. لو عندك اي سؤال تقدر تسيبهولي في التعليقات، وانا زي ما وعدتكم برد عليكم في خلال ساعة. وطبعا في الفيديو ده حابب اشكر الناس اللي هي بدأت تتبع الخطوات وتنفذ الكلام اللي انا شرحته في الفيديوهات اللي فاتت، والمشاهدين بتوعي اللي هم اكتريتهم اكتر نسبة يعني من مصر والجزائر والمغرب والسعودية والعراق، كلهم طبعا اخواتي واهلي يعني. فانا بشكركم كلكم على دعمكم ليا، يا ريت دعمكم ده يستمر. وعايزين نوصل الفيديو ده ل100 لايك، عشان اللايك مهم جدا في نشر الحلقه وتشيروه عشان الكل يستفيد. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه او اول مره تشوفني، لازم تشترك في القناه دلوقتي وتفعل الجرس على الكل، وتاكد ان انا بقدم لك معلومات مهمه جدا عشان السفر. ومش هطول عليكم في المقدمه اكتر من كده، هندخل على الجزء العملي على طول بعد الانترو ده. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بعد الانترو. النهارده يا شباب في مفاجأة يعني في الفيديو اللي انا عامله النهارده ده، محدش تقريبا من كان يتوقعها من اغلب المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا من ال4 او ال5 دول اللي انا اتكلمت عليهم في اول الفيديو. انا النهاردة بديكم مفاجأة صادمة جدا، ممكن يعني ما حدش اعلن عنها نهائيا على اليوتيوب ولا في المحتوى العربي ولا في المحتوى الاجنبي، لان هتشوفوا معايا دلوقتي 5 مدن عاملين ازاي. ال5 مدن اللي انا هكلمكم عليهم دول ارخص من القاهرة وارخص من الرياض وارخص من المغرب كلها، وارخص من الجزائر وارخص من الاردن وارخص من العراق. وانا هتكلم عن 5 مدن اوروبية، يعني انا مش هكلمك عن دول افريقية ولا دول امريكا الجنوبية ولا دول اسيوية ولا الكلام ده خالص نهائيا. انا هوريك دلوقتي 5 مدن اوروبية تكلفة المعيشة فيها بالدولار، لان زي ما قلت قبل كده احنا اللي هنحتكم ليه الدولار. تكلفة المعيشة فيها بالدولار ارخص من الدول اللي انا قلت عليها ديت بالكامل، وهسيب لك الليستة بالدليل. الليست اللي انا فاتحها دي ده الكوست بير ليفنج او رانكينجز لتكلفة المعيشة على مستوى العالم. طبعا احنا لو نزلنا تحت كده خالص هنلاقي هند وباكستان، بس ده ما يشغلناش، ملناش دعوة لا بالهند ولا باكستان ولا الكلام ده خالص. فهنا في الحلقة هيكون المقياس بتاعنا الدولار، ده رقم واحد. تاني حاجة هيكون المقياس بتاعنا القاهرة. مش معنى ان انا بقول لك ان الدول دي ارخص من القاهرة تبقى هي مش ارخص من بقية المدن او الدول اللي انا بتكلم عليها، الاجابة لا. لان لو احنا جينا نشوف هنا هنلاقي القاهرة الرانك بتاعها 499،
والدول اللي انا بتكلم عنها دي بعد 499. طيب بعد يعني ايه؟ قبل يعني الرانكينج قبل اغلى بعد ارخص، وطبعا الباقي جاي بعد القاهرة. طيب نخش في الموضوع على طول. هنشوف دلوقتي طشقند او بالعربي طشقند عاصمة اوزبكستان. بيقول لك ان هي طشقند تكلفة المعيشة فيها 8.40% اقل من القاهرة وزاوت رنت يعني من غير الإيجار. إحنا الإيجار ده ما يشغلناش، لأن يعني له حاجات كتير. أنت ممكن على الموقع تكلفة الإيجار تحديدا ما بتبقاش دقيقة بنسبة 100%، لأن هو بيعتمد على تقييم الناس. طب تقييم الناس بيبقى إيه؟ ناس نزلت في فنادق، نزلت في شقق سنتر المدينة، بره سنتر المدينة، الكلام ده. فإحنا مش هنتكلم عن الإيجار، إحنا بنتكلم عن تكلفة المعيشة نفسها، لأن الإيجار ده له قصص كتير. وإحنا كعرب أو مغتربين، لو إحنا بنسافر أو بنتفسح أو كده، مش بناخد من مثلا الحاجة التوب، احنا بناخد هوست الحاجة بتاعت ماشي حالك، لان احنا ما بنقعدش في المكان اللي احنا ننزل فيه اصلا، احنا بنروح الاماكن التانية وبنلف المدينة زي ما انتوا عارفين. طيب سنجل بيرسون استيميتد مانثلي كوستس ار كام؟ يعني لو انت عايز تعيش في الشهر هتتكلف كام؟ هتتكلف 400 دولار من غير الإيجار. بمعنى إيه؟ لو أنت شغال في شغلانة أو دخلك الشهري 400 دولار، أو بتشتغل أونلاين أو أي حاجة من الحاجات دي، لو دخلك الشهري 400 دولار تقدر إن أنت تعيش في طشقند بشكل، أو طشقند عاصمة أوزبكستان بشكل كويس جدا. طيب نبص على المدينة، بص على المدينة من جوه عاملة إزاي. الموقع هنا جايب لي وجبة في مطعم مش غالي، 5 دولار وجبة، وجبة في مطعم متوسط، وجبة ماكدونالدز. طبعا يعني هي مقياس عالمي وجبة ماكدونالدز، لأنه في كل دول العالم 3.76 دولار، ده ما يهمناش. يهمنا مثلا لتر لبن. هنشوف بقى هنا في الماركت، اللي هو انت لما تدخل سوبر ماركت يعني، هتلاحظوا معايا هنا الاصفار دي. الاصفار دي يعني ايه؟ يعني انت تقدر تشتري مثلا لبن، نص كيلو عيش ده على حسب الموقع يعني، الرز، البيض، الجبنة، اللي فيليه الفراخ، كيلو اللحمة مثلا 7 دولار و19 سنت. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى طبعا، عدو الله عليكم بخير والبركة. الفراخ أو الدجاج 2.83 دولار. ف يعني الماركت ايه؟ معظمه صفار يعني، 33 سنت كيلو بصل، نص دولار كيلو بطاطس. ده بالنسبة للماركت، يعني في حاجات كتير تقدر تشتريها أقل من الدولار. سجاير بدولارين، ترانسبورتيشن اللي هو النقل، بتاخد المحطة أو التيكت ب15 سنت. لو هتستخدم مواصلات في الشهر ممكن تخش لك في 15 دولار. بداية فتحة التاكسي 60 سنت. لتر الجازولين 54 سنت. العربية اللي باسات الجديدة أو الفولكس واجن جولف الجديدة ب15 ألف دولار. التويوتا كرولا الجديدة 18 ألف و700 دولار. النت عايزين نتكلم عن النت هنا بشكل دقيق شوية. النت 60 ميجا بايت unlimited كاب DSL ب29، ما حصلش ال30 دولار في الشهر. هنا عندك الهدوم، الهدوم بتبقى غالية يعني، معظم الهدوم في كل دول أوروبا بتبقى غالية. الإيجار أنا قلت في الأول إن إحنا مش هندفع فلوس الإيجار المكتوبة في الموقع ديت لما تسافروا، بس أنا برضو هقول اللي على الموقع 3.52 دولار لو شقة أوضة جوه سنتر المدينة، بره سنتر المدينة 202 دولار. لو أنت جيت تحسب ال202 دولار دول كام؟ يعني لو أنت مثلا في مصر، ال202 دولار دول يعني ال100 دولار مثلا ب1500 جنيه، يبقى ال200 دولار بكده 3000 جنيه. 3000 جنيه في أماكن كتير، الناس اللي من مصر بتتفرج دلوقتي عارفة إن 3000 جنيه في أبارتمنت ده فرنش دي، يا جماعة خدوا بالكم يعني الشقة تبقى مفروشة. 3000 جنيه، لأ في شقق كتير في القاهرة وفي الجيزة وفي كل حتة في مصر أغلى في الشهر في الإيجار من 3000 جنيه، حتى لو هي أوضة واحدة
بره سنتر المدينة، وانتوا عارفين الكلام ده كويس. بيديك سعر المتر المربع لو انت عايز تشتري الشقة في جوه سنتر المدينة وبره سنتر المدينة، ومتوسط الراتب في البلد 277 دولار، 277 دولار في الشهر. ده بالنسبة لأول بلد معانا وأرخص مدينة أوروبية معانا. بكرر هنا تاني، تاشكنت أو تاشكند عاصمة أوزبكستان. هندخل دلوقتي على الدولة التانية اللي معانا. الدولة التانية اللي معانا أو المدينة التانية اللي معانا تبيليسي عاصمة. أنا بقول دولة ليه ما بلخبطش يعني، لأن هي أنا بتكلم دلوقتي عن عواصم دول، يعني حاجة كبيرة جدا. ما بكلمكش مثلا عن بلد مرمية في حتة في الجنب كده ملهاش لازمة، لأ أنا بكلمك عن عواصم مدن حقيقية موجودة والمعلومات دي مؤكدة عالميا. تبيليسي دي عاصمة جورجيا. جورجيا دولة في شرق أوروبا مع دول شرق أوروبا اللي هي جنب دول شرق أوروبا، أوكرانيا وبيلاروسيا والحتة دي. هتلاقي هنا بيقول لك لو أنت هتعيش شهر محتاج 405 دولار تكاليف شخص واحد. المعيشة في تبيليسي 5.18% أرخص من القاهرة. الإيجار أغلى من القاهرة شوية. طب هنيجي نشوف الماركتس والمطاعم وإيه. هنبص على الماركت هنا هنلاقي برضو حكاية الأصفار دي، مش كلها أصفار يعني، بس كتير ممكن نقول نصها أصفار. حاجات كتير جدا في السوبر ماركت تقدر تشتريها بأقل من 1 دولار. عندك البيف راوند مثلا 7 دولار، تشيكن فيليه 3.39، الرز بدولار و16 سنت، العيش بأقل من دولار تقدر تشتري نص كيلو عيش، السجاير 2.24 دولار، حاجة متوسطة جدا. هنا بيتكلم عن مارلبورو، يعني مارلبورو بدولارين يعني ب30 جنيه مثلا لو انت عايش في مصر، دولارين لو انت عايش في الرياض، دول يعني مثلا 7 ريال تقريبا او 8 ريال. اللي في الرياض بيشوفني من السعودية عارف ان مفيش علبة سجاير ب 8 ريال طبعا. يعني بالنسبة للترانسبورتيشن او النقل او الحركة برضو تسعيرات اقل من دولار كتير جدا في تبيليسي عاصمة جورجيا، في دولة تقع في شرق اوروبا. عربية البولكس ب 14 ألف دولار، التويوتا الجديدة ب 17 ألف دولار. اسعار العربيات قريبة من بعضها في اوروبا كلها. هنتكلم عن الايجار. جوه سنتر المدينة 305 دولار، بره سنتر المدينة 196 دولار. متوسط الراتب كويس بالنسبة لدولة في شرق اوروبا 354 دولار. ده المتوسط يعني، ممكن تاخد اكتر من كده، ممكن تاخد اقل من كده، ممكن تبدأ في شغل بفلوس اقل من كده وبعد كده تتطور فيه وتترقى فيه وتكبر تبقى بتاخد فلوس اكتر من كده. دي كانت تبيليسي عاصمة دولة جورجيا. هندخل على الدولة رقم 3 معانا، الماتي اللي هي دولة كازاخستان. مدينة الماتي في دولة كازاخستان تكلفة المعيشة فيها في الشهر 437 دولار. تكلفة المعيشة فيها 3.21% أرخص من القاهرة. هنيجي نبص على الماركت عامل ازاي. برضو الماركت اكتر من نصه اصفار، نفس النتيجة. لو احنا جينا نبص على البيف راوند والتشيكن فيليه هنلاقي ان هو في كازاخستان ارخص من الدولتين اللي فاتوا. بس الشاهد هنا ان في حاجات هتلاقيها في ال5 مدن دول حاجات ارخص من حاجات حاجة في دولة اغلى من دولة تانية. ده طبعا بيبقى على حسب طبيعة الدولة. يعني مثلا واحد يجي يقول لي ليه تبيليسي فيها اللحوم ارخص مثلا من طشقند في اوزبكستان، لان طريقة تصنيع اللحوم او طريقة اوزبكستان فيها مسلمين، فاللحوم اللي على الشريعة الاسلامية بتبقى سعرها اعلى واغلى من اللحوم التانية لاعتبارات كتير جدا. لتر الجازولين 40 سنت، المواصلات برضو رخيصة جدا، العربيات قريبة من سعر المدينتين التانيين. الإيجار بره جوه سنتر المدينة 363 دولار،
بره سنتر المدينة 233 دولار، ده حاجات فيرنيشد مفروشة واستوديوهات نظيفة جدا. لو دخلتوا على موقع اير بي ان بي او اي موقع تأجير شقق في المدن اللي انا بتكلم عليها دي، لا شقق نظيفة جدا، حاجات محترمة، حاجات كويسة، تتبسط وانت قاعد في المكان، مش محتاج ان انت تنزل في فندق، مش محتاج الكلام ده خالص. انا ما بفضلوش عن نفسي، يعني متوسط الراتب 435 دولار، متوسط كويس جدا، مدينة غير العاصمة في دولة كازاخستان. نشوف الدولة اللي بعد كده معانا، ليفيف. وليفيف اللي ما سمعش عن ليفيف انصحه بان هو يعمل بحث عنها ويشوف ليفيف عاملة ازاي، وغير ليفيف كمان يشوف الأوديسا عاملة ازاي. المدن اللي احنا بتكلم عنها دي في اوكرانيا يا جماعة، اوكرانيا تكلفة المعيشة فيها من أكتر الدول في شرق أوروبا انخفاضا في تكلفة المعيشة. عندي هنا 409 دولار في الشهر تقدر تعيش بيهم من غير الرنت اللي هو الإيجار. لفيف أرخص من القاهرة بنسبة 2.69%. هنيجي نبص على الماركت هنلاقي يعني مش اللي هو غالي لو قارناه بال5 مدن اللي أنا اتكلمت عنهم في أول الفيديو. هما يعني في الوطن العربي هنيجي نشوف النت مثلا، هنلاقي اللي ب5 دولار 48 سنت، يعني احنا عندنا مثلا ده بالمصري 70 جنيه او 75 جنيه. يعني انت متخيل ان انت ممكن ب5 دولار 48 سنت تاخد وصلة انترنت دايركتلي من شركة زي اللي هي زي اورنج او فودافون، الشركات اللي شغالة في اوروبا، 60 ميجا انليمتد اي دي اس ال ب75 جنيه في اوكرانيا. والايجار جوه سنتر المدينه 367، بره سنتر المدينه 248. متوسط الراتب كويس في ليفيف 401 دولار، ممكن تاخد اكتر ممكن تاخد اقل، ده المتوسط. ممكن حتى يعني تكون اكتر من كده بكتير على حسب شغلك والتخصص بتاعك زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده. المدينة دي اسمها ليفيف في أوكرانيا، ومدينة جميلة جدا وهادية، يا ريت تبقوا تشوفوها وتحطوها في اعتباركم. آخر مدينة هنتكلم عنها أنطاليا في تركيا. أنطاليا في تركيا تكلفة المعيشة فيها الفرد الواحد 371 دولار، دي من أقل تكاليف المعيشة اللي احنا شفناها. المعيشة فيها أرخص بنسبة 0.69% من القاهرة، فهتلاقوا حاجات منها قريبة من القاهرة. الإيجار كمان فيها أرخص من القاهرة، وأنطاليا مدينة سياحية، يعني لو أنت مشغال في السياحة أو قطاع السياحة أو عندك فكرة عنه ممكن تسافر أنطاليا، والسفر ليها سهل بالنسبة لناس كتير. السفر لتركيا يعني في ناس كتير سهل إن هي تسافر تركيا وتشتغل في القطاع السياحي لو انت عندك فكرة عنه كويسة. هنلاقي هنا برضو ان الماركت عندنا رخيص جدا، معظمه اقل من دولار. المواصلات مفيش فيها مشاكل، رخيصة. السيارات او العربيات هي اللي غالية. النت 13 دولار 23 سنت، برضو 60 ميجا، رقم مش مبالغ فيه، كويس إلى حد ما. الإيجار رخيص جدا، أرخص من القاهرة بكتير، وده كلام الموقع مش كلامي. هنا الإيجار 25.29% أرخص من القاهرة، وبتكلم عن إيجار مفروش محترم، ما فيش فيه أي مشاكل ولا في أعطال ولا كلام من ده. جوه سنتر المدينة 189 دولار، بره سنتر المدينة 163 دولار، ومتوسط الراتب كويس بالنسبة لكل الكلام اللي احنا شفناه ده في أنطاليا مدينة سياحية في تركيا 398 دولار. أنا هسيب لكم روابط موقع نامبيو، روابط ال5 مدن دول في صندوق الوصف. بكرر تاني، لو انت عايز تهاجر او تسافر او تتفسح او تعمل سياحة تخرج من البلد، انا جبت لك ارخص 5 مدن في اوروبا دلوقتي، مش هيعملوا لك مشاكل في البادجت اللي انت حاططها عشان تسافر. لو عايز تشوف الطيران بتاعهم، برضو الطيران بتاعهم للوطن العربي مش غالي لان هما مش بعيد. الرحلة بتاخد من 3 ساعات ل4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات لو هي دايركت،
واللي هيسألني يقول لي ما فيش مدن في روسيا. للأسف كان زمان في مدن في روسيا أرخص من القاهرة، بس دلوقتي ده ما عادش أوبشن متاح. روسيا بقت في تكاليف المعيشة عالية في الأيام اللي احنا فيها دي. لو انت عجبك الفيديو اعمل اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك التنبيهات على الكل. وكان معكم عمر غندور في قناتكم قناة ترافل استر بريك السفر، ودي نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا ليك واشوفكم على خير تاني، مع السلامة.